السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله حبيب الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسعدك فضل الشيخ. سؤال بسيط الله يسعدك، بالنسبة للسبابة في التشهد، عاوز أعرف هل يعني بشوف ناس أحيانا بتعملها بصفة مستمرة من بداية التحيات إلى نهايتها، وفي ناس بتعملها بس أثناء التشهد، عاوز بس أعرف إيه الصح وإيه وظيفتها أصلا، يعني إيه وظيفتها اللي فاد منها إيه من ناحية الدين يعني. على رأي الجمهور، على رأي الجمهور طبعا المسألة فيها اختلاف كما ذكرت، كان رأي الجمهور أنها ترفع عند أشهد أن لا إله إلا الله. لا. وفائدتها آنذاك عند القائلين بذلك ابن عباس وغيره، ابن عباس كان عموما يرفع إصبعه عموما من غير تخييد بالصلاة ويقول لا إله إلا الله علامة التوحيد. فيقولون إذا أنت قلت مثلا قابض اليد كذا وبعدها جئت عند أشهد أن لا إله إلا الله، فوافق ما في قلبك، وافق لسانك، ووافق الحركة، فيجتمع إقرارك بالشهادة من وجوه ثلاثة، بقلبك وبلسانك وبالإشارة. وبالإشارة فهمت الكلام؟ فهذه وجهة الجمهور القائلين بأنها تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا رفعت الإصبع كما قال بعض العلماء هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشد على الشيطان من كذا وكذا. لماذا هي شديدة على الشيطان؟ ليس كما يقول الناس كذا الفاهمين غلط أنك تخبط وترفع وتلف، لا، لماذا هي أشد على الشيطان؟ لأنك قلت كلمة التوحيد من قلبك وبلسانك وبحركتك. نعم. فهمت العلة من هذا عند الجمهور من العلماء. أما متى ترفع ومتى لا ترفع، فمن العلماء من يقول ترفع عند الشهادة، أنت الشهادة، وهذا رأي الجمهور. منهم من يقول في التشهد بطوله، لحديث الرسول عليه السلام كان يرفع إصبعه في التشهد، فالذين حملوه قالوا التشهد بطوله، وقال آخرون تشهد يعني التشهد عند أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. هناك 16 حديثا يقول إيه الأخ يدل على رفع التشهد. لا، ما قلت هذا يا فتحي، قلت 16 حديثا، أنت عمري ما قلت هذا الكلام أبدا. هناك حديث تشير إلى أن الضعف يكون من أول الإسناد، لأن وجهة القائلين بأن الإشارة من أول الإسناد، في رواية تقول يشير بإصبعه في التشهد، ورواية يشير بإصبعه يدعو بها، تقول على الدعاء والدعاء وجهه واضح، قل مثلا اللهم ارزقني. الإشارة بالإصبع تدل على ماذا في قول اللهم ارزقني؟ على أنك أنت يا رب وحدك الرزاق، فهذا توجيهها. لكن المسألة في روايات مقيدة رفع الإصبع عند الدعاء، ورواية مطلقة، لكن الجمهور كما أخبرتك